من هو الإمام البخاري؟ الإمام البخاري هو محمد بن إسماعيل البخاري، ولد في مدينة بخارى في 13 من شوال 194 هجري، الموافق لأربعة أوت 810 ميلادي. وقد كانت مدينة بخارى مركزا للفقهاء والدين آنذاك، كانت تعج بحلقات العلم والمحدثين. فقد نشأ وترعرع في أسرة عريقة ذات مال ودين، فكان والده عالما محدثا، كما كان معروفا بين الناس بخلقه الحسن وسعة علمه. وكانت والدته امرأة صالحة، وهو يعود في أصوله إلى بلاد فارس. نشأ البخاري في ظل غياب والده، فقد توفي والده مبكرا إذ لم يهنأ ويفرح بمولوده، ولكن تعهدت والدته بالتكفل برعايته وتعليمه، كما تعهدت بتشجيع العلم وتزين له الأعمال الصالحة والطاعات. وبذلك فقد شب كريم الخلق عفيف اللسان مستقيم النفس مقبلا على الأعمال الصالحة والخير والطاعات، إذ أنه ما كاد ينتهي من حفظ كتاب الله في 16 من عمره، إلى أن التحق بعدها مباشرة بحلقات المحدثين. وفي عمر الشباب بدأ يميل إلى الحديث، إذ وجد قلبه يهواه فأقبل عليه، وما ساعده على ذلك أنه يمتاز بقوة الحافظة وقوة الذاكرة، إذ كان لا ينسى شيئا مما يقرأ أو يسمع. بدأت هذه الرحلة عندما خرج البخاري مع أخيه وأمه لأداء مناسك الحج، فقد عادت أمه وأخوه إلى بخارى بعد أداء مناسك الحج، ولكنه بقي هناك، وأصر أن يتخذ من منطقة الحرمين الشريفين نقطة البداية لرحلته. فقد بقي 6 أعوام بهما يتعلم من شيوخهما، ثم بعدها بدأ يتنقل بين البلاد الإسلامية، كما أخذ يحاور المحدثين ويجالس العلماء ويعقد الجلسات للتحدث ويجمع الحديث هناك. وقد تحمل مشاق الانتقال والسفر، لم يترك بلدا للعلم إلا وقد نزل به، وروي عن كبار شيوخه فقد نزل في المدينة ومكة وبغداد وعسقلان ومصر وخراسان ودمشق وقيسارية. كان عدد شيوخه يزيد عن 1000 شيخ، وقد كانوا جميعهم من الثقات الأعلام. والبخاري لم يكن يروي جميع ما يسمعه أو يأخذه من الشيوخ، وإنما كان يدقق ويتحرى فيما يأخذ. ومن الشيوخ المشهورين الذي روى البخاري عنهم أبو بكر بن أبي شيبة، وقتيبة بن سعد، أبو حاتم الرازي، وأحمد بن حنبل، إسحاق بن معين، ويحيى بن معين. بالرغم من المكانة العظيمة للبخاري وقدره الكبير في الحديث، إلا أن ذلك لم يعفي له عند والي مدينة بخارى، فقد أساء إليه وأذاه ونفاه لخرتنك، وقد صبر على البلاء والغربة عن الوطن حتى توفي في ليلة عيد الفطر في 30 من رمضان لسنة 256 هجري، الموافق لـ 31 أوت 869 ميلادي.